السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم. هذا الفيديو أصدقائي هو بعجالة وارتجالي فقط. بالنسبة للإخوة، كما لاحظتم أن هناك العديد من القوانين الجديدة في اليوتيوب، وهناك يعني نوعا ما زوبعة ضد القنوات. يعني يتم حذف الكثير من القنوات وحذف فيديوهات، هناك بعض الفيديوهات الغير مخالفة ويتم حذفها، يعتقد اصبح أن غير مخالفه ويتم حذفها. يعني هناك يعني نوعا ما حمله شرسه. هذه الحمله كما سبق لي ونشرت في فيديو قد بدات انطلاقا من نهايه سنه 2017 وبدايه سنه 2018، لكن هذه الحمله اشتدت في الاشهر الاخيره وخصوصا شهر فبراير ومارس. فالكثير من الاخوه تفاجؤوا بقنواتهم حذفت حتى بدون ان يحصلوا على التحذير الاول والثاني والثالث. هناك الآن قنوات، أو هناك بعض الإخوة يراسلون دعم على اليوتيوب ولا يجيبهم. هناك من يريد فقط أن يحقق الدخل من يوتيوب ويعني وقناته أصبحت تمتثل لشروط تحقيق الدخل في اليوتيوب، ويراسل يعني وضع قناته تحت المراجعة ولم يتم إجابته لسبب بسيط، يعني ومصادر معلوماتي هي مصادر أكيدة أكيدة أن هناك غليان في الدعم العربي لقسم اليوتيوب. فبالتالي أصدقائي، أقول على أن إدارة اليوتيوب تحاول أن تقوم بتنقية المحتوى العربي. هي تقوم حاليا بحملة جد 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 شرسة على جميع المحتوى العربي، يقومون بفلترة جميع المحتوى العربي ويدققون فيه. أي فيديو، يعني مثلا تلك الفيديوهات سقوط فستان هيفا وتلك المواضيع البوز، مواضيع الفيرال، اصبحت يوتيوب تقوم بحذف هذه القنوات وتحذف هذه الفيديوهات. يعني يا اخي، اذا كانت عندك قنوات مثل هذه القنوات تهتم فقط بمواقع البوز وجلب المشاهدات، كن على يقين انه سيتم حذفها. يعني المساله هي ان يوتيوب اصبحت تتعرض للضغط من طرف المعلنين، نعم، المسؤولين عن تصعيد قوانين يوتيوب فيما يخص الدخل وتصعيد شروط تحقيق الدخل في اليوتيوب بسببه هو المعلنين. وهذه الحملة التي نعيشها الآن هي بسبب المعلنين. المعلنين ساخطون على الوضعية، يصرفون آلاف الدولارات وملايين الدولارات والعائدات ليست كما يترقبونها، وبالتالي فيوتيوب يجب أن ترضي المعلنين، يجب أن ترضيهم. فيوتيوب بدون معلنين يعني الإفلاس، يعني لن يكون هناك ناشرين، وبالتالي ستغلق يوتيوب أبوابها. فبعد هذا السخط من طرف المعلنين أنه مثلا يستثمر آلاف دولارات ويجد إعلانه يظهر في سقوط فستان هيفاء، فبالتالي فهو يضيع نقوده في هذا الإعلان، لا يوجد أي ما يسمى بالريتورن أوف انفستمنت من هذا الإعلان. لهذا فالمعلنين هم السبب الرئيسي وراء هذه الحملة الشرسة. فبالتالي يا صديقي، أي فيديو في قناتك عندك قناة لم تتعرض إلى حدود الساعة لأي نوع من يعني لم تشاهد، يعني لم تتوصل بأي تنبيهات أو شيء من هذا القبيل، حاول أن تراجع الفيديوهات. انتبهوا إلى التاكس، الحشو التاكس، احذفوا الحشو التاكس. يعني صورة الفيديو، راجعوا صورة الفيديو، يعني يجب أن تكون تتماشى مع الموضوع. العنوان يجب أن يكون يتماشى مع الموضوع، والفيديوهات يجب أن تكون فيديوهات يعني نوعا ما جادة، ليست جادة وإنما يجب أن تدخل إما في يعني في الترفيه، في مواضيع جادة، ليس سقوط هيفا في هذا وشاهد الرجل ذو القرنين وهذه الأمور. فكونوا على يقين أنه لن ترحمكم اليوتيوب. فأتمنى أن تكون رسالتي قد وصلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.